السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أعزائي المشاهدين. النهاردة هنتكلم عن حاجة يمكن تهمكم جدا جدا جدا، هو الجديد في جراحات العمود الفقري. طيب هو احنا يعني ايه الجديد في جراحة العمود الفقري؟ هل هي جراحات العمود الفقري اتغيرت عن زمان أو فيها تغيير دلوقتي عن زمان؟ طبعا الحقيقة دلوقتي احنا العلم بيتقدم يوم عن يوم، الأجهزة الحديثة اللي بتنزل أو الأدوات الحديثة اللي احنا بنشتغل بيها بتتقدم يوم عن يوم. الحقيقة بيبقى دايما التاسك بتاع الناس أو اللي هو الناس اللي هو في مجال الأبحاث بتاعت الأجهزة الحديثة دي بيبقوا يعني منصب على الغرض بتاعهم، منصب على اتجاهين. الاتجاه الأولاني ان احنا نقلل حجم الفتحات اللي احنا بنعمل منها الجراحة، بحيث ان احنا نقلل الأنسجة اللي احنا بنخش من خلالها. والحاجة التانية ان احنا حتى لو هنحط حاجة نحطها او ما تعقش الوظيفة الطبيعية بتاعت الجسم. بمعنى ايه؟ يعني مثلا احنا دايما بنتكلم ان هو كل ما قللنا حجم الفتحة كل ما كانت الانسجة اللي احنا اشتغلنا من خلالها اقل، كل ما كانت فترة ما بعد الجراحة او النقاهة ما بعد الجراحة اقل، كل ما رجعنا بدري لشغلنا وكل ما خرجنا بدري من المستشفى وكل ما قل الوقت العملية. تمام؟ يبقى نمرة واحد. نمرة اتنين ان انا لما مثلا باجي اعمل حاجة زي مثلا تثبيت للفقرات، زي ما قلنا يمكن في الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها، ان احنا تثبيت الفقرات ده ايه؟ ان احنا الاصل في الفقرة هو الثبات. تمام؟ سوري، الحركة. الاصل في الفقرة، انا اسف، الحركة وليس الثبات. طيب انا جيت دلوقتي عملت ايه؟ ثبت الحركة، يبقى انا كده لغيت مثلا جزء بسيط قوي من الحركة بتاعت العمود الفقري، عشان برضو الناس برضو ما تبقاش فاكرة ان احنا لغينا الحركة يعني العمود نشف او تثبت خلاص. لا بالعكس، بيبقى في برضو حركة موجودة والتوطية والحاجة كلها. طيب انا بقى لو عايز كمان ادي 100% يعني 100% من الحركه اللي كانت موجوده، هعمل ايه؟ هبتدي احط اجهزه تعمل الحركه اللي كانت موجوده في الجزء اللي انا هثبته. بمعنى ايه؟ مثلا الفقرات العنقيه، زي ما احنا قلنا قبل كده احنا كنا بنحط في الفقرات العنقيه حاجه اسمها القفص، والقفص ده بيلحم الفقرتين مع بعض. لا دلوقتي في عندنا حاجه اسمها الغضروف الصناعي. يعني ايه الغضروف الصناعي؟ يعني بحط جهاز بين الفقرتين في مفصل في النص، وبالتالي الفقرتين بيتحركوا على بعض مش ثابتين. تمام؟ فبيديني الفول رينج يعني اوف موفمنت، يعني بيديني المقدار الكامل من الحركه. يعني حركه الرقبه حتى مع طبعا الوجود اللي احنا بنسميه القفص ما بتتاثرش بالدرجه اللي الحمد لله يعني انها تمنع حركه الرقبه، لا بس انا بدي كمان فول رينج اللي هو بتاع ربنا سبحانه وتعالى يعني. تمام؟ طيب في الظهر نفس الكلام، ان عندي بدل ما انا احط شرايح ومسامير وتثبت الفقرتين او ثلاثه او اربعه حسب المشكله اللي موجوده، لا ده احنا دلوقتي بنحط حاجه اسمها التثبيت المتحرك، حاجه اسمها دايناميك رودز. يعني ايه؟ يعني بنحط الشرايح اللي موجوده بتبقى متحركه مع العمود الفقري. يعني كان انا بالظبط حطيت ايه؟ حطيت مفصله مكان المفصله اللي انا شلتها، مش حطيت حاجه ثابته. وبالتالي احنا دلوقتي زي ما بنقول تقليل الفتحه بتاعت الجرح او حجم الفتحه اللي احنا بنعمل من خلالها الجراحه، والحاجه الثانيه ان احنا الحفاظ على الوظيفه. يبقى هو ده اللي هو التاسك بتاع كل الناس اللي بتشتغل في هذا المجال اللي هو المجال الجراحات الحديثه في العمود الفقري. يمكن هنشوف احنا اتكلمنا قبل كده على انضغاط العمود الفقري، دي من ضمن الحاجات اللي بنعملها دلوقتي من خلال فتحه صغيره قوي، يعني اللي احنا فاكرين الكسر الانضغاطي للعمود الفقري او الفقرات. تمام؟ دي من ضمن الحاجات اللي كانت من فتره كنا لازم بنخش بشرايح ومسامير وفتحه كبيره وجراحه وبتاع ده، بنحط تخدير كلي وقصه كبيره، وفي بعض زي ما قلنا في مشاكل كبار السن مثلا ما كانش ينفع ان احنا نعمل الكلام ده. احنا دلوقتي هنشوف عمليه بسيطه جدا جدا لقصه تثبيت الفقرات او ان انا انفخ الفقره تاني او ارجعها. ادي الفقره احنا فاتحينها من جوه، بنشوف المدى جوه الفقره عامله زي السفنج، الفقره هي انضغطت، شايفين اتفعصت ازاي؟ ده اللي بيحصل بالظبط لانضغاط الفقرات. تمام؟ طيب هعمل ايه بقى؟ كل الحكايه ان انا باجي من بره وابتدي اعلم على مكان الفقره واخش بحاجه زي الابره انفخها يعني بكل بساطه، وبعدين بملى مكان النفخ ده بحاجه زي الاسمنت. وبالتالي انا كده رجعت نفخت الفقره زي الاول، رجعتها لحجمها الطبيعي، مليت هذا الفراغ بالاسمنت، وبالتالي بقت الفقره ما فيهاش ادنى مشكله وما بقاش فيها انبعاج ولا بقى فيها انها اتفعصت او حصل فيها مشكله. عمليه بنج موضعي
المريض بيخرج بعدها بشويه بيروح بيته كانه بالظبط يعني كانه كان يعني داخل ياخد ابره مثلا في العضل ولا حاجه، حاجه بسيطه جدا، وبيروح والمريض بيروح معافى ان شاء الله بدون مشاكل. ده يمكن مثال لحاجه ان احنا بنعملها من خلال الجلد او زي ابره كده، والابره دي هي اللي بنحقن بيها ايه الفقره ونبتدي ننفخ الفقره تاني. يمكن من ضمن الحاجات برضو اللي احنا هنشوفها معانا ان احنا بنعمل حاجه زي التثبيت من خلال الجلد. احنا كنا قلنا العمليه دي قبل كده وقلنا للناس احنا هنوريها لكم ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه، ان احنا بدل ما بنفتح فتحه كبيره شويه وبندخل المسامير بتاعتنا من الفتحه، لا ده احنا ممكن نعمل فتحات صغيره بندخل من كل فتحه بقى ايه المسمار بتاعها. معانا دلوقتي الفيلم هنشوفه لانه الفيلم طويل شويه، فهنبتدي نشغله معانا. القصه كلها بتبقى عباره عن ايه؟ في جهاز، الجهاز ده بنبتدي الاول ندرس مكان الفقره من بره طبعا بالتصوير اللي هو بنسميه جهاز الايمج، تمام؟ والجهاز ده هو اللي يبتدي يساعدنا ان احنا ندخل المسامير دي من خلال الفقرات. بناخد الابره ونبتدي نحدد المكان اللي احنا ندخل فيه المسمار. طبعا عندنا حاجه اسمها رسم العصب كمان عشان لو في اي حاجه نبقى كله واخدين احتياطاتنا كامله. ونبتدي ندخل المجسات بتاعتنا من خلال الجلد، ما بنعملش فتحه في النص خالص، بيخش بنجهز مكان المسمار وبعدين بيبتدي نقيس طول المسمار قد ايه، كل ده من خلال الجلد بالجهاز. برضو نبتدي نركب المسمار بتاعنا في الجهاز ونبتدي ندخل هذا المسمار من الفتحه الصغيره التي لا تتجاوز سنتي في الجلد من بره، وبتبقى داخل المسمار بيبقى داخل على مكان المسمار بالظبط في العظم بتاع الفقرات واحنا محددينه طبعا سلفا. دخل مسمار والتاني ونبتدي برضو بهذا الجهاز من بره نمسك المسمارين مع بعض من بره، نحدد الطول بتاعة القضيب لان طبعا القضيب بتاعنا هيخش او الشريحه هتخش من فتحه ثالثه، مش عارف ادخلها بنفس الفتحه، بتخش من فتحه ثالثه خالص داخله في المسمارين من بره. ايوه اهو هنشوف دلوقتي، وده بنقيس كمان الشريحه قد ايه وطولها قد ايه، حاجه داخله زي الحربه كده من فتحه ثالثه، تمام؟ ودخلنا في المسمارين وبهذه الدخله مسكنا المسمارين مع بعض، وبالتالي الشريحه بقت ماسكه المسمارين مع بعض. وبعد كده نبتدي نحط طبعا الصواميل بتاعتنا، تمام؟ ولما الصواميل بتاعتنا بتتحط بتمسك العمود الفقري تماما وبتمسك الشرايح والمسامير بتاعتنا بدون ادنى مشكله. وبنشوف انه في اخر الفيلم عندنا وجود فتحات صغيره جدا 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 هي اللي موجوده ومحدده مكان العمليه، 6 فتحات صغيرين جدا ولا تتجاوز السنتي، والمريض بيخرج بالنسبه لنا بيخرج من العمليه تاني يوم بدون ادنى مشكله، وممكن في نفس يوم الجراحه. لازم ناخد بالنا بقى من حاجه، لازم ناخد بالنا ان هذه العمليه انا بعملها من خلال الجلد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ما بشوفش الاعصاب خالص، تمام؟ وما بشتغلش على الاعصاب تماما كده، كويس؟ وبالتالي لازم اخد بالي كويس قوي 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 ان مش كل مريض ينفع ان انا اعمل له العمليه دي، تمام؟ في مرضى ما ينفعش اعمل لهم العمليه. ايه بقى المرضى اللي ما ينفعش اعمل لهم العمليه؟ اي مريض بيشتكي من وجود مشكله في العصب ما ينفعش اعمل له العمليه دي، لان انا هنا هخش مش هحرر له العصب، مش هشيل الضغط اللي موجود على العصب، هتبقى العمليه ان انا هحط له المسامير بس. فبرضو اختيار المريض على فكره ده من ضمن الحاجات اللي يعني اللي هي متروكه تماما للجراح. بمعنى ايه؟ يعني هو ما ينفعش يجي المريض مثلا يقول اعملي العمليه دي. ماشي، لو العمليه دي تنفع لك انا هعملها لك، انا مش عايز اضرك، لان انا ممكن نوع معين من الجراحات لو انا عملته لنوع غير مناسب من المرضى ممكن تبقى النتيجه عكسيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا كده ببقى بضر المريض مش بفيده، لان هي حتى الجراحات الحديثه والجراحات اللي هي الميكروسكوبيه والحاجات دي هي معموله بالاساس لخدمه المرضى ولان انا انفعهم بهذا التقدم الموجود، ونقلل زي ما قلنا حجم التدخل ونقلل الانسجه اللي بتنتهك خلال الجراحه، وان انا ابتدي احافظ على وظيفه الجسم زي ما هي، تمام؟ يعني لو عندي الفقرات متحركه انا اخلي الفقرات برضو متحركه بواسطه الحاجات اللي انا احطها دي، لو عندي الفقرات العنقيه فيها حركه ابتدي لما احط الغضروف الصناعي ده هيحافظ على الحركه الموجوده، تمام؟ ويبتدي يعمل لي نفس الحركه اللي كانت موجوده قبل كده. من ضمن الحاجات برضو على فكره يمكن هنبعد شويه بقى عن الجراحات ونتكلم عن حاجه بسيطه قوي يمكن انا حبيت اختم بيها او اتكلم بيها في الحلقه بتاعتنا، هو موضوع الخلايا الجذعيه. الحقيقه دي برضو من ضمن الحاجات اللي هي
فيها زي ما بيقولوا كده لغط كتير قوي، والناس بتتكلم فيها كتير قوي، والناس مش عارفه يعني هو الخلايا الجذعيه دي هل فعلا دلوقتي شغاله والناس بتستخدمها وبتجيب نتائج ولا لا. الحقيقه لازم نقول ان الخلايا الجذعيه ما زالت في طور التجارب، وكل ما يجرى عليها حتى الان ما هو الا مجرد ابحاث، ولم يثبت حتى الان ان ليها اي اثر فعال في بالذات في مشاكل النخاع الشوكي ومشاكل اللي هي حوادث النخاع الشوكي والقطع اللي موجود في النخاع الشوكي او عدم الوظيفه اللي موجوده في النخاع الشوكي. ان الخلايا الجذعيه لغايه دلوقتي كل اللي بيتعمل عليها ابحاث، فما ينفعش ان انا بقى يعني اتعلق بوهم كاذب زي ما بيقولوا، او ان انا اروح لحد مثلا يقول لي اه ده انا هعمل لك الخلايا الجذعيه وهتبقى كذا وهتبقى كذا. لا، الحقيقه برضو الخلايا الجذعيه لازم نبقى عارفين ان هو اي مريض هيتعرض ليها او اي مريض هيتقال له ان الخلايا الجذعيه لازم يبقى عارف ان الموضوع ما هو الا في طور التجارب العلميه، والتجارب العلميه ما زالت حتى الان تحت البحث، ولم يثبت فيها يعني زي ما بيقولوا كده اي ابروفل. تمام، يعني لسه كل الموضوع في طور التجارب، ما فيش نتائج محققه او نتائج مؤكده بالنسبه للخلايا الجذعيه. ويمكن ده الحقيقه عندنا برضو في امراض كتيره موجوده، ان هو ما زالت في طور التجارب او في طور البحث. يعني مثلا حاجه زي امراض زي مثلا التصلب المتناثر او التصلب اللوحي اللي هو ما يسمى بالام اس او الدي اس، برضو كل التجارب اللي موجوده لغايه دلوقتي كلها تجارب يعني تحت لسه لم يثبت ليها فعاليه لادويه معينه يعني انها تثبت هذا الكلام. فلازم ناخد بالنا من الحاجات دي قوي، لان هو المرضى طبعا بيبقوا زي ما بيقولوا كده متعلقين باشياء، فبرضه ان احنا عايزين نبقى برضه ما يعني ما يغررش بينا او يعني ما نروحش في طريق يعني ممكن يبقى فيه مشكله. طبعا كسور العمود الفقري طبعا من ضمن مشاكلها الكبيره انها بتاثر على النخاع الشوكي، وبيؤدي لا قدر الله بعد كده الى وجود شلل او وجود عدم حركه. فلازم ناخد بالنا قوي 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 من المشاكل اللي بتحصل في العمود الفقري من الكسور، وخصوصا الناس اللي بتشتغل على مثلا سقالات عاليه، الناس اللي بتيجي مثلا من ضمن على فكره الحاجات الشهيره برضو اللي بتعمل مشكله في الفقرات العنقيه والكسور في الفقرات العنقيه، ان الناس مثلا تيجي تنط مثلا في حمام سباحه او تنط في البحر على حاجه مثلا تكون ناشفه لا قدر الله، فدماغه تتخبط في مثلا في صخره او في طوبه او في حاجه، ويبتدي يحصل كسور في العمود الفقري الفقرات العنقيه، يبتدي يحصل لا قدر الله الشلل والمشاكل اللي بنشوفها. فلازم ناخد بالنا قوي 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 من ان احنا نحافظ على عمودنا الفقري، وناخد بالنا من هذه الحوادث اللي ممكن تحصل في حاجات بسيطه قوي ان شاء الله. وربنا ان شاء الله يشفي كل مريض، ونرجو ان تكونوا استفدتوا من الحلقه بتاعتنا ان شاء الله، ونشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شركة الشريف للإنتاج الإعلامي تقدم أفضل الاستديوهات لإنتاج البرامج والإعلانات وحدات تصوير خارجية، متخصصون في إنتاج البرامج التلفزيونية وكافة أعمال الجرافيك والمونتاج، تسويق البرامج والإعلانات على كبرى القنوات الفضائية. للتواصل شركة الشريف للإنتاج الإعلامي، اختيارات بلا حدود.